السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ف نلتقي من جديد. On se rencontre ou bien on se trouve de nouveau avec دروس اللغة العربية. واليوم مع الكتاب الثاني. C'est le rendez-vous avec le tome 2. وتوقفنا على الدرس الرابع والعشرين. On s'est arrêté au cours numéro 24. وهذا الدرس خاص بالعدد. Et ce cours numéro 24, il est spécifique pour les chiffres, le nombre et le dénombré. Fa sanadhkuruhu bikulli ikhtisarin wa ijaz. On va parler dans ce cours, yani en tout résumé sur ahwal al-adad wa ahwal al-ma'doud, yani sur l'état du nombre et l'état du dénombré. لأن هذه الدروس مرت علينا، هذه القواعد في العدد مرت علينا. On a déjà vu les règles de et les exercices et les exemples de ce genre de sujet. فنذكر أحوال العدد ثم أحوال المعدود. العدد له أربعة أحوال. Le nombre il a quatre règles, si on peut dire, ou bien quatre états. الحالة الأولى العددان واحد واثنان على وفق المعدود. العددان واحد واثنان. Les chiffres 1 et 2. La règle pour les chiffres, ou bien pour le nombre 1 et 2, على وفق المعدود. يعني il est comme le dénombré. Il est comme le dénombré. فإذا كان المعدود مذكر يأتي العدد مذكر. وإذا كان المعدود مؤنث يأتي العدد مؤنث. Si le dénombré il est masculin, le nombre il est masculin. Et si le dénombré il est féminin, le nombre il est féminin. Par exemple, طالب واحد. Ça c'est مذكر مذكر. Masculin masculin. طالبة واحدة مؤنث مؤنث فيمينة فيمينة وطالبان اثنان مذكر مذكر مسكولا مسكولا طالبتان اثنتان مؤنث مؤنث فيمينة فيمينة. إذن هذه هي القاعدة الأولى للعدد. C'est la première règle pour العدد, pour le nombre. القاعدة الثانية الأعداد من ثلاثة إلى عشرة على عكس المعدود. La deuxième règle. Les nombres de 3 à 10 sont au contraire ou bien à l'opposé du dénombré. فمثلا إذا كان المعدود مذكر يأتي العدد مؤنث. Si le dénombré il est masculin, le nombre il est féminin. وإذا كان المعدود مؤنث يأتي العدد مذكر. Et si le dénombré est féminin, le nombre il vient masculin. مثلا ثلاثة طلاب أربعة طلاب خمسة طلاب ستة طلاب سبعة طلاب ثمانية طلاب تسعة طلاب عشرة طلاب. هذا في العدد المعدود مذكر. أما إذا كان المعدود مؤنث إذا كان المعدود مؤنث نقول ثلاث طالبات أربع طالبات خمس طالبات ست طالبات إلى عشر طالبات.
ثم إذا كان القاعدة الثالثة عفوا القاعدة الثالثة العددان 11 واثنى عشر الجزءان على وفق المعدود les chiffres 11 et 12 les deux parties du chiffre sont comme le dénombré إذا كان المعدود مذكر فأحد عشر واثنى عشر يكون مذكر si le dénombré est masculin le 11 et 12 sont masculins وإذا كان المعدود مؤنث et si le dénombré il est féminin العدد 11 و 12 يكون مؤنث le nombre 11 et 12 sera féminin aussi مثلا طالبا نقول 11 طالبا 12 طالبا واذا كان المعدود مؤنث سي لو دينوبري لي فيمينا طالبه نقول 11 طالبه 12 طالبه والقاعدة الثالثة الرابعة عفوا للعدد لا كاتريام ريغل بور لو نومبر الأعداد من 13 إلى 19 الجزء الأول على عكس المعدود والجزء الثاني على وفقه لي نومبر دو 13 à 19 لي نومبر دو 13 à 19 الجزء الأول la première partie du nombre elle est à l'opposé du dénombré و la deuxième partie elle est comme le dénombré فمثلا نقول إذا كان المعدود مذكر نقول ثلاثة عشر طالبا ثلاثة عشر طالبا ونقول أربعة عشر طالبا خمسة عشر طالبا ستة عشر طالبا سبعة عشر طالبا ثمانية عشر طالبا تسعة عشر طالبا وإذا كان المعدود مؤنث سيلو دينومري لفيمينا نقول ثلاثة عشرة طالبة أربع عشرة طالبة خمس عشرة طالبة ست عشرة طالبة سبع عشرة طالبة ثماني عشرة طالبة تسع عشرة طالبة إذن هذه هي أحوال العدد هذه هي أحوال العدد والآن أحوال المعدود On va citer maintenant les règles pour le dénombrer. فأحوال المعدود ثلاثة. المعدود من ثلاثة إلى عشرة. Le dénombré pour les chiffres de 3 à 10 يكون جمع مجرور. يكون جمع مجرور. Il sera pluriel مجرور بالإضافة. نقول ثلاثة طلاب فثلاثة مضاف وطلاب مضاف إليه مجرور بالكسرة عشر طالبات تسع طالبات فعشر مضاف وطالبات مضاف إليه مجرور بالكسرة إذن هذا pour les chiffres de 3 à 10 ثم القاعدة الثانية بن يعني العدد من 11 إلى 99 chiffre de 11 à 99 chiffre de 11 à 99 يكون المعدود مفرد منصوب يكون المعدود مفرد منصوب pour les chiffres de 11 à 99 le dénombré il sera singulier et mansoub لانه تمييز فمثلا نقول ثلاثة عشر طالبا
ثلاثة عشر طالبا. فطالبا تمييز منصوب بالفتحة، تمييز منصوب بالفتحة. تسعة وتسعون طالبا، تسع وتسعون طالبا. نقول مثلا عفوا، نقول تسعة وتسعون، ليس تسعون، تسعة وتسعون طالبا. ونقول مثلا أربع وثلاثون طالبة، أربع وثلاثون طالبة. فيأتي مفرد منصوب يعني تمييز. والقاعدة الثالثة للمعدود، لا تخوزيام غير البوغ للدينومبري، الأعداد مئة إلى ألف، مئة، مئتان، ثلاثمائة، أربعمائة، خمسمائة، إلى ألف. يكون المعدود مفرد مجرور. نقول مئة طالب، خمسمائة طالب، خمسمائة طالب. فيكون مفرد مجرور، يعني مجرور بالإضافة، مجرور بالإضافة، مضاف إليه مجرور، ولكن يكون مفرد. يكون مفرد. إذن هذه هي أحوال العدد والمعدود، هذه هي أحوال وقواعد العدد والمعدود. فهذه القواعد تمشي، تمشي معنا في جميع الأعداد. هكذا نطبق هذه القواعد في جميع الأعداد. فمثلا نضرب مثال كما جاء هنا في الكتاب، العدد le chiffre 6543، le chiffre 6543. فنجعل المعدود مذكر، نجعل المعدود أمي، le dénombré masculin، ريال، ريال مذكر. فنقول ثلاثة، يكون عكسه، أن ثلاثة والباقي كلهم يتبعون، ثلاثة وأربعون وخمسمائة وستة آلاف ريال. هكذا نقول ثلاثة وأربعون وخمسمائة وستة آلاف ريال. أما إذا كان المعدود مؤنث، par contre c'est le dénombré il est féminin، مثلا روبية، روبية سي مؤنث، فنقول ثلاث، ثلاث وأربعون وخمسمائة وستة آلاف روبية. إذن هذا ما نذكره في ما يخص العدد والمعدود. ونأخذ الدرس الخامسة والعشرين، نأخذ الدرس الخامسة والعشرين. نقرأ النص، المدرس: أين أنور يا عمر؟ عمر: لا أدري، رأيته قبل قليل، كان واقفا خارج الفصل. المدرس: كيف حال عمار الآن يا سعد؟ كان مريضا منذ أسبوع. سعد: لا يزال مريضا يا فضيلة الشيخ. المدرس: سمعت أنه يريد أن يترك المستشفى ويرجع إلى بيته، أصحيح هذا؟ سعد: لا، هذا غير صحيح. ماذا يعمل أبوك يا إبراهيم؟ سمعت أنه وزير. إبراهيم: كان وزيرا قبل سنتين، هو الآن سفير. مدرس: وماذا يعمل أبوك يا عمرو؟ قال لي أحد زملائك إنه مدرس. عمرو: كان مدرسا من قبل، وهو الآن موجه في المدارس الثانوية. وماذا يعمل أبوك يا يعقوب؟ كان شرطيا، وهو الآن متقاعد. يا أبا بكر، قلت لي قبل ثلاث سنوات إن أباك عميد كلية الهندسة، أم متقاعد هو الآن؟ أبو بكر: لا، لا يزال عميدا. المدرس: يا أخطر، سمعت أن أخاك طبيب شهير، ويأتيه المرضى من جميع أنحاء باكستان، أصحيح هذا؟ أخطر: نعم، هذا صحيح يا فضيلة الشيخ. يا عثمان،
اذهب الى المكتبه وهات الجزء الثالث من لسان العرب. هاشم: يا فضيله الشيخ، اظن ان لسان العرب معجم. نعم هو معجب كبير في 20 جزءا. هاشم: لمن هو يا فضيله الشيخ؟ المدرس: هو لابن منظور. يرجع عثمان: المكتبة مغلقة الآن يا شيخ، يقولون إنها كانت مفتوحة إلى أذان الظهر. يا عباس، قل لأخيك الذي يدرس في السنة الثانية يأتيني غدا. عباس: سأقول له إن شاء الله. انتهى النص، من له سؤال فليتفضل به. انتهى النص، من له سؤال حول النص فليتفضل به الآن. Celui qui a des questions sur le texte, il peut le poser maintenant. Hein? Si vous avez des questions sur le texte, vous pouvez les poser maintenant. Wa illa na'khudh at-tamarin inshallah. Innaha kanat maftuhatan ila adhan adh-dhuhr. Yani hada pour la bibliothèque. Elle était ouverte jusqu'à l'adhan de adh-dhuhr. متقاعد سي غتريتي، متقاعد غتريتي. ناخذ التمارين. التمرين الاول: اجب عن الاسئله الاتيه. ريبون كيستيون سويفانت: اين كان انور واقفا؟ اين كان انور واقفا؟ نعم كان أنور واقفا خارج الفصل. نعم. أيريد عمار أن يترك المستشفى؟ أيريد عمار أن يترك المستشفى؟ تفضل كمان. السلام عليكم. هل في الصوت؟ هل في الصوت؟ لا يريد أن يترك المستشفى. جيد. لا يريد أن يترك المستشفى. من الذي أبوه سفير؟ من الذي أبوه سفير؟ نعم أحسنت. إبراهيم أبوه سفير. من الذي أبوه شرطي متقاعد؟ من الذي أبوه شرطي متقاعد؟ نعم تفضل. يعقوب هو الذي أبوه شرطي متقاعد. يعقوب أبوه شرطي متقاعد. من ذهب إلى المكتبة؟ من ذهب إلى المكتبة؟ نعم ذهب عثمان إلى المكتبة. جيد. من ألف لسان العرب؟ من ألف لسان العرب؟ نعم ألفه ابن منظور. ألف ابن منظور. جيد. ألفه ابن منظور. في كم جزءا هو؟ في كم جزءا هو؟ جيد. هو في 20 جزءا. أكانت المكتبة مفتوحة؟ أكانت المكتبة مفتوحة؟ نعم. لا كانت المكتبة مغلوقة. لا كانت المكتبة مغلوقة. نقول مغلقة. كانت المكتبة مغلقة ليس مغلوقة، مغلقة. التمرين الثاني: اقرأ المثالين ثم أدخل كان على الجمل الآتية. لي لي دو زيكزامبل اي ابري اجوت كان سيغ لي فراز سويفونت. حامد مريض الآن. كان حامد مريضا أمس. زينب طالبة. كانت زينب طالبة. إذن كان وأخواتها تدخل
كان فعل ماضي ناقص وتدخل على الجملة الاسمية على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها هكذا نقول تدخل على الجملة الاسمية ترفع الاسم وتنصب الخبر طيب الجملة الأولى الماء بارد نعم الماء بارد كان الماء باردا جيد الباب مفتوح الباب مفتوح نعم كان الباب مفتوحا نعم النافذة مغلقة نعم كانت النافذة مغلقة هاشم مدرس كان هاشم مدرسا الرجل نصراني كان الرجل نصرانيا الجو بارد كان الجو باردا المدير جالس في غرفته كان المدير جالسا في غرفته هذه الساعة رخيصة كانت هذه الساعة رخيصة نعم عمر رجل غني نعم كان عمر رجلا غنيا عمنا مدير مدرسة كان عمنا مدير مدرسة إذن حامد طالب حامد مبتدأ مرفوع بالضمة طالب خبر مرفوع بالضمة ندخل كان فنقول كان حامد طالبا كان فعل ماضي ناقص حامد اسم كان مرفوع بالضمة طالبا خبر كان منصوب بالفتحة إذن اسم كان مرفوع وخبر كان منصوب التمرين الثالث لو ترويزيام اكزيرسيس اقرأ المثالين لي لي دو زيكزامبل ثم ادخل لا يزال على الجمل الاتيه اي ابري اجوت لو مو لا يزال سيغ لي فراز سويفونت علما بان لا يزال من اخوات كان ان ساشون كو لا يزال ال في بارتي دي انالوغ دو كان المثال الاول بروبي اكزامبل ابراهيم نائم لا يزال ابراهيم نائما آمنة نائمة لا تزال آمنة نائمة ولا يزال هذا يفيد هذا فعل ماضي ناقص يفيد الاستمرارية يفيد الاستمرارية la continuité فعندما نقول لا يزال إبراهيم نائما cela veut dire que Ibrahim il dort encore الجملة الأولى هشام عزب نعم لا يزال هشام عزبا المدرس جالس عند المدير المدرس جالس عند المدير لا يزال المدرس جالسا عند المدير أحمد مريض نعم لا يزال أحمد مريضا الجو حار لا يزال الجو حارا
المكتبة مغلقة. المكتبة مغلقة. لا تزال المكتبة مغلقة. نعم. لا تزال المكتبة مغلقة. السيارة جديدة. لا تزال السيارة لا تزال السيارة جديدة. نعم. حامد غائب. نعم. لا يزال حامد غائبا. التمرين الرابع لو كاتريام اكزرسيس. تأمل ما يلي. observe ce qui suit. عندنا المرفوع والمنصوب والمجرور، وهذه أقسام الإعراب. أقسام الإعراب لي ديفيرون بارتي دو الإعراب. المرفوع نقول دخل زميلك، زميل مرفوع بالضمة لأنه فاعل. والمنصوب نقول رأيت زميلك، زميل منصوب بالفتحة لأنه مفعول به. والمجرور نقول قلت لزميلك، زميلي مجرور بالكسرة لأنه اسم مجرور. إذن الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. المثال الثاني جاء أبوك. أبو هنا مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. رأيت أباك. أباك منصوب بالفتحة، منصوب بالألف، مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة. قلت لأبيك. أبي مجرور، اسم مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة. كذلك قال أخوك. أخو مرفوع بالواو. سألت أخاك. أخا منصوب بالألف. هذا الكتاب لأخيك. أخي مجرور بالياء. فهذه الأسماء الخمسة أبوك أخوك حموك فوك وذو، هذه ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، ولكن بشروط، لكن بشروط من بين شروطها on a dit ça avec des conditions parmi les conditions أن تكون مضافة il faut qu'elle soit annexée. والشرط آخر مضافة إلى غير ياء المتكلم، مضافة إلى غير ياء المتكلم، تكون مضافة ولكن ليس إلى ياء المتكلم. املأ الأماكن الخالية. التمرين الخامس لسانكيام إكزرسيس. املأ الأماكن الخالية بأب. رمبلي les espaces vides par le mot أب. الجملة الأولى. الجملة الأولى. نعم نعم الجملة الأولى تفضل. نعم أخت الجملة الأولى. أبونا تاجر كبير. نعم الجملة الثانية. نعم هذه السيارة لأبينا. الجملة الثالثة. الجملة الثالثة. نعم أرأيت أبانا. الجملة الرابعة. أين ذهب أبوك يا فاطمة. نعم أين ذهب أبوك يا فاطمة. الجملة الخامسة. متى خرج أبوك يا علي. متى خرج أبوك يا علي. الجملة السادسة. نعم اسألي أباك يا زينب. الجملة السابعة. الجملة السابعة. نعم أنا أعرف أباك يا عثمان. الجملة الثامنة. يا بلال كتبت رسالة إلى أبيك. الجملة التاسعة. الجملة التاسعة.
مشهور سمعت أن أباها طبيب مشهور نعم سمعت أن أباها طبيب مشهور التمرين السادس املأ الأماكن الخالية بأخ L'exercice numéro 6 remplit les endroits vides par le mot akhun. Al-jumlatul-oula, barakallahu fikum. Aina akhuki, laysa akhuka. Salma mu'annath, c'est féminin. On dit ki, aina akhuki. إذن إسيد فغطان سيام بارك الله فيكم الجملة الثانية الجملة الثانية هذه الجملة الثالثة أخذت 1000 ريال من أخيك أخذت 1000 ريال من أخيك الجملة الثانية نعم خرج أخوها مع أخيك خرج أخوها مع أخيك نعم الجملة الرابعة أظن أن أخاه طالب نعم أظن أن أخاه طالب الجملة الخامسة أبحث عن أخيك نعم أبحث عن أخيك الكلمات الجديدة الكلمات الجديدة سفير جمعه سفراء سفير جمعه سفراء سيون بصدق نعم مغلق مغلق فغمي عميد جمعه عمداء عميد سي لو ديريكتور او بيان لو دوين مريض جمعه مرضى مريض جمعه مرضى مالد ترك يترك سي ديليسي نعم ألف يؤلف ألف في الماضي في المضارع يؤلف سي إكخير وبيان إيديتي نعم إكخير أو إيديتي أو بيان كومبوسي إذن هذا ما جاء في الدرس 25 والله أعلى وأعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك